القوات المسلحة ستقوم بكل العنف وتستخدم كل القوة الغاشمة قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه هنسيب اسمه الاسطورة من اسوان للمامورة وقالوا ايه علينا دول وقالوا ايه مش سامع حاجة شبراوي وحسن عرسان قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان وقالوا ايه خالد مغربي دبابة بطل وجنبه احنا غلابة وقالوا ايه العسكري علي من الشجان مطراجل وسط الفرسان وقالوا ايه من أسوان للمعمورة وقالوا ايه بقولك منزل الصاعقة المصرية رجال لا يهابون الموت.